احنا اول مره نسمع عن معرض صناعات عسكريه ودفاعيه في مصر، كانت موجوده في عدد من الدول، هو الاول في مصر وشمال افريقيا ووسط افريقيا، والحقيقه معرض ضخم ومهم جدا. لكن السؤال، لماذا اتجهت مصر ان هي تنظم معرض للصناعات الدفاعيه والعسكريه؟ عموما المعارض العسكريه مهمه جدا، هي مكان لتسويق السلاح، السلاح اللي بتسمح به الدول المنتجة اللي بتنتج، هي الدول العظمى أساسا 6 أو 7 أو 8 دول الأكبر دول منتجة للسلاح، هي من أهدافها أنها تسوق السلاح وتبيع، مش السلاح اللي هي غير المحجوز عندها واللي تحت السرية، لأن كل دولة يهمها الأمن القومي بتاعها فبتحتفظ، لأن من أحد أشكال المفاجأة في مبادئ الحرب المفاجأة في التسليح. وطبعا التاريخ العسكري فيه قصص كتير، يعني ما فيش وقت الخوض فيه، فطبعا هي بتطلع السلاح اللي هتبيعه. احنا الدول اللي بنشتري السلاح، الدول العظمى تصنع السلاح وتصنع الأزمات. صناعة الأزمة اللي هي بتوصل لحد الصراع المسلح، فهي بتبيع السلاح لأحد الأطراف اللي بتسميه حليف ليها، وأوقات يبيعوا السلاح للطرفين على فكرة، وممكن تدي للاثنين، والقصص في التاريخ موجود صحيح كتير، يعني حد دلوقتي على فكرة وحتى الآن وهتستمر إلى يوم الدين، فهم صناع أزمات وصناع سلاح. مصر دولة قوية وبتواجه تهديدات أمنية كبيرة جدا ومن فترات طويلة، تاريخ كله تاريخ صراع وقتال في المنطقة المحيطة بيها، والقصص التاريخي برضو معلوم. فلابد من الاهتمام، أحد الحاجات اللي بتأمن الأمن القومي المصري هو توفر السلاح سواء شراء أو تصنيعا. السلاح المشترى من الخارج، وهو ده بيشكل للدول اللي زينا يعني كمية كبيرة جدا، وبيستهلك من ميزانية الدولة، موازنة الدولة وميزانيتها كميات يعني ضخمة من الأموال، فلابد أن احنا نتجه للتصنيع العسكري للمعدات العسكرية والأسلحة. احنا في المراحل السابقة وحتى الآن ما نقدرش نصنع كميات السلاح المطلوبة كلها بالكامل، لأن احنا الصراع الإقليمي لو في صدام، والتاريخ مثلا الصدام مثلا مع اسرائيل، الصدام التاريخي قبل معاهده السلام وبتاع، لو حضرتك تتخيلي المعارك العسكريه، وانا وزملائي عشرات الالاف من الضباط خدنا الحرب يعني مرات، يعني فكميه الخسائر في المعدات غير عاديه للجانبين. تصوري اي معارك دبابات كده، يبقى مثلا 500 دبابه قدام 500 او بتاع، والدبابه بتطير كده يعني زي الريشه في ثانيه بالمقذوفات المضادة ليها، المقذوفات الصاروخية أو اليدوية أو أيا كان نوع السلاح. الطيران نفس الشيء، المعارك الجوية خسائر الطيران على الجانبين بتبقى عالية جدا.